هو ايه الحوار الوطني؟ واحنا في لجنه الشباب هنعمل ايه؟ وعايزين ايه منه؟ وليه اساسا ان في حاجه اسمها حوار وطني؟ وهل فعلا ان الكلام اللي احنا هنقوله والمواطن هيقوله هيتنفذ بجد ولا لا؟ وفي رؤى مختلفه محتاجين نسمعها عشان كلنا شركاء في هذا العمل. الاجهزه التنفيذيه والاجهزه التشريعيه حتى علاقتنا بيها في المحافظه، ازاي التوجيه بيطلع وازاي التوجيه بيتابع لحد ما يتحقق. تم تشكيل 5 لجان من محور، اول لجنه بالنسبه لنا هي لجنه مباشره الحقوق السياسيه والتمثيل النيابي.